الله عليك يا محسن يا بتاع زمان يا جميل، هو ده ميسي يا جماعه. الله 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 يا ميسي، قصير بس حير يا جماعه. يا دي بطل صداع بقى، مش عارف اتنيل العب. هو ده يا جماعه. تسالني تقول لي النتيجه دي وصلت كده ازاي؟ اقول لك ما اعرفش. اوبا كابتن محسن، تقول ايه عن النتيجه النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك، هو الخواجه قال لنا على خطه معينه، نزلنا بالخطه دي ونفذناها في قلب الملعب، وكان دي نتيجه الخطه. الحمد لله الحمد لله. عاش يا كوتش. حبيبي حبيبي كابتن سيف، الخطه اللي بتلعب بيها راحت فين؟ على جوه انا. شدت دليل الادب على فكره كابتن. اوه بقى انت هتزعقوني ليه بقى؟ ما انا مش هلعب. ايوه انا عارف، دي اخلاق دايما لما بتكون خسران. بقول لك ايه، دي شكلها خناقه صح؟ انت محتاج تغير جو. فعلا انا محتاج ارتاح وغير جو. بتاخد مراتك وتحجز يومين في السخنه يا سيدي؟ يا ابني بقول لك عايز ارتاح، تقول لي خد مراتك؟ شكلها بقى خناقه كبيره قوي قوي قوي. ده الطبيعي يا ابني، ملل وفطور وزهق وحاجه تخنق. والله كلنا هذا الرجل يا جماعه. الكوتش العيب فينا احنا يا جدعان مش فيهم. لا يا معلم، العيب فيهم، احنا زي الفل. بصوا يا جدعان، انا عايز احكي لكم على حاجه بس. اضحكوا عليا؟ ايه اضحكوا بقى. خلاص 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 خلاص. بس ساعات لما بكون نايم مع مراتي في السرير بتخيلها واحده ثانيه عشان اقدر اكمل. بتضحك برضه؟ تفتكر دي ما تبقاش خيانه؟ لا طبعا. خيانه ايه يا ابني؟ بيتخيل، الموضوع كله تخيل. يا حبيبي ربنا هيحاسبنا على افكارنا برضه. ربنا عالم بحالنا. ايوه ماشي، بس مش معنى كده. في حاجات غريبه قوي بتحصل انا مش فاهمها بصراحه. الواحد ساعات بيقعد يفكر في الموضوع ده كتير قوي، تلاقي الحريم اللي معانا محترمه قوي، محترمه بزياده. لا، وتبقى انت لما تيجي تتجوز عايز تتجوز واحده محترمه، مش عايز تتجوز واحده شمال. طب القنا فين يا جدعان؟ يا ابني امال اللي احنا بنقوله ده باللي انت بتقوله؟ يعني عايز تفهمني ان كل الستات اللي في الدنيا بجنسياتهم مش محترمات، والمصريين بس هم المحترمين؟ لا يا حبيبي، دول بيعرفوا ينبسطوا وينبسطوا جوازهم. ده الموضوع ده عندهم زي الاكل والشرب، حاجه اساسيه ومهمه. مين قال لكم ان مفيش ستات مصريات كده؟ انتوا اللي حظكم وحش على فكره. يمكن الواحد لو ما كانش عك قبل الجواز ما كانش بقى ده حاله، كان الواحد رضي باللي هو فيه. لا بقى، ما هو مش معنى ان احنا بنعك قبل الجواز يبقى ينكتب علينا ده طول عمرنا. لا، لازم يكون في بصيص من الامل. ها بصيص؟ حلوه بصيص دي. حلو. يا لهوي، الله يخرب بيوتكم، طيرتوا السيجارتين اللي كانوا منخششين في نافوخي. والله الواحد كان كسبان ومروق، ده انا اول مره اكسب يا جدعان. الظاهر غدير من كتر حبها في النكد حببتني فيه. العيشه كلها بقت ملل ملل. بقول لك ايه، انا همشي. انتوا ليه حاسسيني ان انتوا في سته ابتدائي؟ اقوم اعمل لكم هوت شوكليت؟ يا بنتي مش عايزه اقول لك، انا بقالي قد ايه ما لعبتش اللعبه دي، من زمان قوي. ما عندكيش بني؟ غامق كده؟ بعمل البحر. ماشي. مالك؟ انا مركزه. بقول لك ايه؟ مفيش عندك الاصفر في الاورنج مع بعض؟ هاتي لي البحر. هو انا كل ما اطلب منك حاجه تقولي هاتي لي حاجه؟ يا شيخ اعملي عيني. ثانيه واحده. انت غريبه قوي. بقالي كتير ما لعبتهاش. هو في حاجه اسمها لايقين؟ الو، هاي يا ساره، ازيك؟ معلش ساره، صحتك من النوم ولا ايه؟ لا ابدا، انا ما بنامش دلوقتي. ها احنا ايه الاخبار؟ تمام طبعا، كان في شويه عند في الاول، بس بالنسبه لاول مقابله تمام. طبعا يعني اطمن. انا بحاول على فكره، بس بالنسبه لاول مكالمه بس في حاجه عايزه اطلبها منك يا حسام. انت لازم تحاول تشوفها اكتر من كده. كل يوم بترجع بالليل بتكون نام. طبعا اوعدك ان انا هحاول. يا ريت. طب ساره، انت مواعيدك ايه معاها اليومين دول؟ هشوفها بكره، بس في شويه حاجات كنت عايزه اقولها لك. لازم في الاول هنبدا بحاجات كده. شور شور ساره، انا واثق فيكي ومتاكد ان انت هتساعدي هنا. اعملي اللي انت شايفاه صح وانا معاكي. اوكي اتفقنا. يلا ميرسي يا ساره، باي. الو حسام، الو، في بحر قدامنا اهو، وبعدين عامل الشقه ازرق فاتح يعني. مدي على ابيض. لا ايه ده، راجل غريب جدا قفل السكه في وشي كانه كهرب. مين ده؟ ابو بنت بعليكها. امور؟ يا اختي امور. طب ليه بقى هو اللي بيكلمك مش المدام بتاعته؟ عشان المدام بتاعته متوفيه. يا حرام. بنت انت في ايه؟ دي مش حكايه تركيز بقى، مالك ساكته كده؟ الله،
مش كنت بتتكلمي في التليفون عايزاني اعمل لك ايه يا عمر؟ قص بقول لكم ايه، انا امبارح اخويا سالني سؤال ما عرفتش اجاوب عليه. ايه؟ قال لي هو عماد خطيبك نمطي؟ انا ما فهمتش يعني ايه نمطي، بس انا قلت له لا، بس لما عماد كلمني في التليفون عرفت ان عماد نمطي. طب وانت عارفه يعني ايه نمطي؟ لا. نمطي يا ستي يعني شخص ماشي على سيستم طول الوقت، يرجع من الشغل يتغدى يخش ينام يصحى يشرب. خلاص يا سو انا عرفت عماد نمطي. بس في ستات بتحب كده على فكره. بس انا مش عايزه كده، انا عايزه اتجنن. بعدين لو طلع نمطي في الموضوع ده تبقى كارثه، انا مش هبقى مبسوطه بصراحه يعني. لا هو اكيد هيطلع نمطي في الموضوع ده، بس الدور والباقي بقى عليك انت. انت المفروض تخليه يفك، وطبعا انت بديحه ومالكيش في الكلام ده خالص. ايه ده مين قال لك اني ماليش؟ مين قال لك؟ مين انت اللي قلتي؟ لا انا يوم عيد ميلادك قلت كل حاجه وليها وقت، انما انا انا عاديه يعني زي كل البنات. مالك في ايه عاديه يعني؟ اوعى يا بنتي يكون عندك كبت. احتمال كبير يبقى عندي كبت. طب بمناسبه ان انت ساكته بقى وقعدلنا على السايلنت، هسألك سؤال وتجاوبي تقولي اه ولا لا. اوكي. هو سيف نمطي؟ اه. شكرا. كل الرجالة كده، يخلص الهانيمون هتلاقيه تحول. لا 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 لا، ابوس ايدك، ما تلخبطيليش البنت، احنا ما صدقنا نعرف انها طبيعية وليها في الحاجات دي، وبقى انت قاعدة ساكتة وساعة ما تتكلمي تقولي كده؟ الله مش دي هي الحقيقة؟ ما تصدقيهاش. دي الحقيقه بتاعتها هي عشان هي فاشله. اصل هديل عندها خلط، هي فاكره انها لما تلبس لجوزها حاجه كده ولا كده ولا تعمل له مساج مثلا تتدلع عليه يعني هتكون ست قليله الادب. هي بقى مش عارفه ان الرجاله كلهم بيحبوا الحاجات دي، عشان كده هي فاشله. انا مش فاشله. في ايه يا هديل؟ انا بهزر. وبعدين انت مش متجوزه، لازم تعيش التجربة علشان تحسي باللي أنا بتكلم فيه. وعلى فكرة الجواز مش كل الموضوع ده. في إيه يا دوت؟ إحنا بنتكلم عادي، في إيه؟ استني يا جان. في إيه يا هديل؟ آه أنا مش متجوزة، بس أنا بفهم جدا في العلاقات ما بين الناس، ويمكن علشان أنا فعلا شايفة الموضوع من بره فأنا شايفاه أحسن، علشان اللي بيبقى جوه الموضوع ما بيشوفش غير نفسه بس. إلا الجواز يا سارة، لازم تخدي التجربة علشان تحسي باللي أنا بقوله. لما تراقبي نظرات الراجل اللي أنت عايشة معاه وتلاقيها كل يوم بتتغير هتزعلي. إحنا كنا قبل كده بنخرج مع بعض، عمره ما كان بيبص على أي واحدة حتى لو كانت أحلى منه، لكن دلوقتي يبص على أي واحدة حتى لو كانت زبالة. حاسة إنه جعان لدرجة بقرف منه. أنا تعبانة. أنا أسف على إيه بس؟ ما تزعلوش مني سوري. أزعل منك إيه بس؟ أنا اللي سوري بجد؟ أنتوا قلقتوها دراما كده ليه؟ ما هو كله بسببك يا اختي وبسبب خطيبك النمطي. خلاص بقى حكي بقى. بقول لك ايه، لما تلاقيه بيبص على واحده تانية انت كمان بصي على واحد. ايوه صح صح. ما بعرفش اعمل كده. لا لازم تعرفي عشان يحس على دمه. طب انا يعني سؤال بسيط، انتوا ليه عايزين نتجوز بعد القرف اللي انا بسمعه ده؟ علشان احلى حاجه في الجواز انك تجيبي بيبي، هو ده اللي هيخليك تستحملي اي حاجه. هديل انتي ازاي عايزه تخلفي مني وانتي حاسه بتجاهه كل الحاجات دي؟ مش يمكن عشان كده ربنا مش عايز نجيب بيبي؟ في ايه يا هديل؟ انتي ليه مكبره الموضوع كده؟ سيف مش وحش للدرجه دي على فكره، وانتوا الاتنين بتحبوا بعض. انتي بس اللي محتاجه تغيري في نفسك شويه حاجات. في فتور رهيب لدرجه اني مش عارفه اتحرك. خلاص يا روحي، ماشي، عشان خاطري تعالي نكمل اللعبة دي عشان أنا متضايقة قوي إنك بوظتيها. المرة الجاية هجيب لك واحدة أكبر منها. يلا يلا يا ماما يلا. بس المرة دي أنا هاخد ده.
انت جايبه صغيره قوي. ما انا قلت لك هجيب لك بقى كبير مره دي. ما هي البتاعه دي مش هتعمل. العربيه راحت فين يا عم؟ استنى بس عربيه ايه؟ انا باين نسيت الموبايل عند محسن. طب انجز بقى وكلمه. استنى اكلمه. ايوه محسن، انا باين نسيت الموبايل عندك، شوفولي. ايه طب ما تطلع تشوف انت. طيب يا عم بص عليه الاول، لقيته هطلع. طب استنى، مش موجود ولا على الكنبه ولا على الترابيزه. شوفوا بص. لا ولا لا يا عم، انا شايف ما بيدور اهو. مفيش حاجه يا ابني. بقول لك يا سيف، هو انت بتكلمني منين؟ صباح الفل. استفه دي عاليه قوي والله. انا ولا انت كنت بتدور عليه يا هبل؟ ما هو انت جايبالي نمن، جايبالي نمن. انا على فكره انت ما قلتيش الحجم اللي انت. انا قلت لك قد كده. لا انت مش خلاص ست بتاعات وتركب ونخرج. الله، دي هبه على فكره، قالت لي انها جايه. قولوا لي صحيح هي جايه فين؟ كلمتها من الصبح الموبايل بتاعها مقفول معرفش ليه. انت غريبه. ازيكوا؟ هاي. وبعدين في حد في سنكم يقعد كده؟ ايه كده دي؟ مالها كده دي؟ خلاص يا اختي خلاص. دي نفسك. ايه دي نرفزتيها ليه؟ المهم انا النهارده اكتشفت اكتشاف فظيع. اتحفينا. اكتشفت ان عموما الرجاله افشل اختراع عرفته البشريه. في ايه؟ انا قلت ايه؟ ايوه ولا من دينك ولا من ديني. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. لا ما تقلقيش ما تقلقيش، يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه بجد اصدقاء. كفايه احباط، كفايه احباط بجد. ما تحبطيش يا بيبي، سيبك منهم دول معقدين. صح. انت كنتي فين؟ كنت في المعمل. بصوا انا كان مودي وحش قوي، بس دلوقتي مبسوطه ومودي حلو جدا. وايه بقى اللي مخليكي مبسوطه جدا دي؟ بيرفيوم حلوه دي. شمميني كده. بيرفيوم ريحته حلوه. البارفان جديده؟ جديده. المهم انا جايه لكم عشان نسميه. حلو قوي. جايه لكم عشان نسميه. سميه انتي. ما كنت سميته انا جايه لكم ليه؟ لا ذكاء. ايه يا لهوي. ايه يا لهوي على الذكاء. مش انتي الف نون ته كسره تحت الته كسره. بس اوكي بس يعني عمي شويه. طب خلاص هنتكلم بجد. ما تسميه هي. حلو برضو هي. حلو صح؟ حلو جدا. حلو جدا. بس هاتي يا ماما 50 جنيه يا حبيبتي. يلا طلعي 50 جنيه. خلاص ما تحرجوهاش اكتر من كده، انا عارفه مش هتطلع 50 جنيه. خلاص هطلب منك طلب. انا هاخد منك البرفيوم ده احط منه يوم خطوبتي، ايه رايك؟ خلاص مبروك. ميرسي يا روحي. ايه رايكم بقى تيجوا معايا بكره وانا بجيب الفستان انا وصرصور؟ لا انا لسه مش متاكده. لا ده اسمه استهبال بجد. انت عارفه مفيش وقت. هي ايه فين؟ تليفونها مقفول طول النهار، انا قلقان عليها. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ انت مش عارف تشتغل، سيبني انا اظبط. بقول لك اتكل على الله، انت بقالك ساعتين قاعد تلعب في راس الراجل ونزلت له كتاكيت منها. عيش يا عم بره. قول يا عم موحى اي حاجه يا راجل دوت. روق كده ابو الاعراب وصباح الفل. صباح الفل. ايه يا عربي في ايه؟ مفيش اي حاجه يا ست الكل. انت جابلنا واحد معرفش جابهولنا منين. الواد ده هيبوظ السوق، بقاله ساعه ونص بيلعب في قطات الراجل وما عملش اي حاجه. قول لها موحى، قول لها. قطات يعني ايه؟ مش فاهم. قطات، القطات اللي هي القطه دي والقطه دي اللي هي فين بالظبط؟ القطات يا استاذ. القطات. طيب معلش عربي لازم تفهمني، احنا مش هنعمل لا قطط ولا قطات ولا قطايف ولا الكلام ده خالص. احنا الشعر كله هنرجعه لورا، هتعمل ويفي يعني ميه وجل بس، مفيش حاجه تانية، مفيش قدام، مفيش قطايف. ايه الويفي واللي انت بتقوليه ده يا استاذه؟ لا مؤاخذه يعني، هي فين الموزه؟ يعني ايه فين الموزه؟ البطل اللي هترقص كده بحركات يعني. لا حقيقي احنا ما عندناش موزز، احنا عندنا بنات هتيجي ترقص وراك وتعمل حركات ايقاعيه، يعني حاجه محترمه. ايه الحركات الايقاعيه والحاجه المحترمه اللي انت بتقول عليها دي؟ هو مين اللي هيخرج ام الكليب ده في السنه الزرقاء دي؟ ما تقول لها حاجه عم موحه. هو فيها ست الكل،
هو بركات بعتك عشان تاكلي دماغنا وتدمري السوق يا ست كل حرام عليكي. انا مخرج محترم، مخرج كليتات محترم، يعني انا ليا وجهه نظريه رؤيتي الخاصه، اعمل اللي انا عايزه، عايز اظبط الراجل جه تدمرينا. هو حضرتك مخرج ايه؟ كليتات محترم. وجهه نظريه رؤيتك الخاصه. الكلام ده بقى الكليتات والكلام اللي انت قلته ده كله حضرتك ممكن تروح تقول استاذ بركات. اما بالنسبه لك بقى يا استاذ عربي بعد اذنك سيبي نفسك خالص وثق تماما ان انا هعمل لك حاجه كويسه، تمام؟ متقلقش وبلاش قطاي. ايه اسمها ايه؟ قطافه. اللي قطاف القطاط. القطاط بلاش قطاط. انا مش عارف بركات ده هيدمرنا، بركات ده هيدمر السوق، ايه المناظر اللي هو بعتها لنا دي؟ وبعدين الست دي جت تدمرك يا عربي، الست دي جاسوس عايزاه تجيبك من الاخر، عايزه تجيبك ارض يا عربي. القطاط يا موحى اهم حاجه القطاط. يا عم القطاط دي انا هظبطها لك في الكليت يا عم، انت فاكرني ايه مخرج كيكي كيكي يا الله عم عليك يا ابداع. هو ده الكلام. مساء الخير يا بابا. ازيك؟ كان مالك الصبح؟ كنت متضايقة شوية بس اعتذرت لماما. عارف أنا كمان بتضايق وبزعل، لكن عمري ما طلعت غلي لا على أبويا ولا على أمي ولا حتى عليك. اتعلمي يا بنتي لو في حاجة مزعلاكي اللي حواليكي مالهمش ذنب، يشوفوكي ضعيفة. ضعيفة؟ أيوة ضعيفة، لأنك مش قادرة تواجهي نفسك، تقفي زي الدكر وتواجهي نفسك. لكن لا، تزعلي في أمك وتبهدليها. ما أنا صالحتها. هترجعي وتقولي وتعيدي. ها؟ يلا خشي نامي. يا ماما فين؟ هي كمان دخلت نامت. طيب مش عايز تعرف انا كنت متضايقه ليه؟ مش عايز. بابا بقول لك انت بقى مش عايزه تخليني اشوف الفيلم اللي مستنيه بقالي اسبوعين. طيب يلا قولي. فيلم ايه بس يا بابا؟ ده جامد مره. بقول لك يا بابا، هو انت لسه بتحب ماما؟ يا كأنك بتسأليني انت بتحب تشرب ميه ولا لا. انا عمري ما زهقت من حب امك، وليا اصيله اصيله ست بميت راجل وانت زيها، بس انت لسه مش عارفه ده. طب سيبك من الفيلم ده وتعالى نسمع الست. يا سلام، اهي الست دي بتفكرني بالست بتاعتي. الست بتاعتك؟ يا غبية، الست امك. يا روح امك. ازاي احنا كنا نسمع الست يحكم علينا الهوى، نقوم نرقص نقوم نرقص. يلا بلاي باك، انزل اطلع يا بلاي باك. التهريج اللي بيحصل في اللوكيشن بتاعي ده ازاي الكلام الفارغ ده يحصل هنا؟ في يا ست الكل، انا بضرب الاستباحه عشان من الاخر الاستباحه دي لو ضربتهاش مش عارف اعمل الكليت ده، ولا هطلع فوق ولا هتنقل على عيني انزل تحت.
صباحت ايه وزفت ايه؟ اتفضل يلا قوم عشان هديها شغل. انا مش هتحتح من هنا يا ست الكل، مش هقوم غير لما اخلص ال 48 حجر اللي انا ضاربهم دول. انا بقول لك اهو. موحى من فضلك قوم. على فكره تبقى عيل خيخه لو قمت. يا عم اقوم مين؟ انا مش هتحرك من هنا غير لو على جثتي، الاسعاف تيجي تشيلني عشان اقوم من هنا. موحى. حاضر يا ست الكل. ماشي. انت ست، انا رايي بقى انك تخرجي بره علشان ما تكحيش، وانا هخلص النفسين دومت وهطلع لك. ايه ده؟ ده انت حوت. بقولك ايه يا عرب، انا في الشغل يا حبيبي ما بهركش، وبعدين تركيزك يهمني. على فكره انا كمان ما بهركش، وانا دلوقتي في قمه التركيز. ده التركيز؟ انا كده هتضايق. لا اتضايق براحتك خالص. ايه ام الفصلان على الصبح ده بقى؟ انا كده مش هعرف ابدع. بص يا عربي، اول ما نخلص تصوير اوعدك ان احنا نقعد القعده الجميله الفلالي دي وناخد حجرين مع بعض. بجد؟ بجد. قولي كمان. وبعدين يهمني النيو لوك والحركات والشياكه اللي انت لابسها دي وتسريحه الشعر والجل ما يبوظوش قبل الشوتنج. لا مؤاخذة، يعني هو ايه الشوتنج ده؟ احنا هنسوي الفيديو كليب. جود مورنينج. جود مورنينج يا حياتي. طبعا ما عرفتيش تنامي مني. ها؟ بالعكس، انا اللي اكيد ضايقتك عشان بفرق كتير. كل خمس دقايق بتتقلبي ايه؟ ما بتكبريش؟ لا. طب يلا كلمي انت ماما. انا نازله. لا انا صحيت خلاص. انت رايحه فين؟ الجاليري عندي شغل. وانت؟ انا هروح مع جانا اشوف الفستان. وبعد كده عندي شغل برضه. تعالي افطري. نو يا حبيبي، ثانك يو، ماليش نفس. تهزري؟ لا طبعا، تعالي كلي لك حاجه. ايه ده؟ ايه بعتت مسج بتقول انها بتصور. الله، هي مش قالت انها سابت القناه؟ مش عرفت. غريبه قوي. المهم انها بتطمن عليها وخلاص. قولي لي، سيف كلمك؟ لا. شايلاه انك بايت عندي ولا لا؟ طبعا يا بنتي، بعت له مسج امبارح بس ما كلمنيش. خلاص بقى كبري دماغك. ما انا مكبره ولا مش باين عليا ولا ايه؟ طب ده ما تفكريش كتير، البيوت مليانه مشاكل والله. ربنا يخليكي ليا. طبعا يا بنتي، انت تقدري تعيشي من غيري ولا ايه؟ لا انت هتعيشي. الله 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 يا انتي. مجنونه. خير يا طارق؟ في ايه؟ لا ابدا، انا جاي اسلم عليك عادي. ليه انت مسافر ولا ايه؟ هبه ارجوكي ما تعمليش معايا كده. ايه اللي عملته معاك علشان تقول كده؟ انا كنت كمان شويه هطلبك واسال عليك. مش فاهماك، يعني في ايه؟ هبه انت زعلانه؟ انت لسه ما عرفتش هبه علشان تقول زعلانه ولا لا. في فرق بين الزعل وبين سوء التفاهم. موقف وحصل وانت فهمت وجهه نظري وانتهى الموضوع. موضوع ايه اللي انتهى بالظبط؟ انكل وطنط. صدقيني دي كانت صدفه. طارق ما تكدبش، بجد هزعل. انا قلت لك امبارح ان اكتر حاجه بكرهها هي الكذب. انت امبارح رتبت للموضوع. انا رتبت للموضوع لانك عايزك تعرفيني اكتر. صحيح انا ممكن اكون كدبت، بس اكيد كدبه بيضة. مفيش كدبه بيضة وكدبه سودة. عارف ان الكذب كذب، وانا مفيش حاجه اسمها كدبه بيضة وكدبه سودة. بس انت ما سالتنيش انا عملت كده ليه. انا كنت عايز اجري الوقت. انا ما اعرفش انت شايفاني ازاي، بس انا عارف انا شايفك ازاي، ونفسي اقولك. على فكره انا عندي شغل. يعني المفروض ان انا امشي؟ امشي. طيب انا همشي. امشي براحتك. طب عايزه حاجه؟ لا.
انت عينك حمرا كده ليه؟ لا بس ما نمتش من امبارح كويس وعارف ان شكلها صعب. طب روحنا من النهارده وبلاش شغل. ربنا يسهل. من فضلك روح نام ولما تصحى كلمني. ممكن البس النظاره؟ باي. ايوه يا حاج. ايوه يا هيب. انا عايزك يا حبيبتي كده في مشوار، هعد عليكي كمان شويه كده واخدك. اه مشوار ايه يا بنتي؟ انت لازم تسالي. مفيش يا بنت، اسف يا ستي، لازم تقفلي السكه في وشي. ما انت متعلمه ومتربيه. بابا انت وماما تقولوا اللي انتوا عايزينه، ماشي؟ اتمختاري كمان، مين فينا بقى يا حبيبتي اللي مواعيده بايظة؟ أنا بقالي ساعة واقفة. انتي تخلصي خالص وما تتكلميش، اتأخرتي ليه؟ عشان أمي نزلت وسابت البيت يضرب يقلب لأبويا، واضطريت أمارس عملي كهاوس كيبر قد الدنيا، وقعدت أنظف وأغسل الأطباق ونيلة. انتي بتمسكيني من إيدي اللي بتوجعني عشان عارفة إني بحب أبوكي، صح؟ انتي ما تقدريش تتكلمي أصلاً. إيه ده؟ مين الواد ده؟ آه ده مصطفى، معايا في التيم بتاعي وأنا تقريباً الليفل بتاعه. وإيه نظام؟ نظام إيه هبلة؟ يلا يلا. مفيش أي نظام خالص. لا مفيش أي نظام. ده موزة قوي. قللت العدد. ده جميل. من الوقفة، من اللطعة في الشمس. لا قصدك من السقف. ماشية من غير سقف. كبيرة. عايشة في ديارنا تقريبا. يلا. أدينا بنعمل خير ونهمل بعض. ممكن ما تزعليش مني؟ بجد انا اسفه على طريقه كلامي، تهيالي ان سمية قالت لك ان انا عندي مشكله مع جوزي. اوعي ربنا يديكي حاجه وتقولي مش عايزاها، فهميني؟ وانا كمان ما كنتش لطيفه معاك، بس ما تزعليش مني، الشغل ما فيهوش هزار. يلا يلا بقى امشي. في ايه وراكي؟ لا مؤاخذة يا أستاذة، في واحد بره اسمه الأستاذ خالد، واحد من حضرتك معانا. خالد مين؟ طب خليه يتفضل. حاضر. صباح الخير. صباح الخير. خالد عبد الرؤوف. أهلا، اتفضل. واضح إنك مش فاكرة إني كلمتك بخصوص المعرض اللي عايز أعمله في الصين. اه اوكي اوكي خلاص افتكرت. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. هو موضوع بسيط جدا. انا طب بعمل... الاول قبل اي حاجه تشرب ايه؟ اوكي اشرب قهوه ساده في كوبايه ويا ريت تكون بوشي. اوكي يا عم محمد، قهوه ساده في كوبايه وبوش. ثانك يو. ميرسي جدا. الموضوع بسيط جدا، انا بعمل معرض. ايوه جيلنا على سيتي ستارز جنب تشتري الفستان وعايزين. اجي فين؟ عندي شغل. بتقولك عندها شغل. انا في الميتنج هخلص وابقى اكلمكم. طيب بس انتي عارفه بقى جان صداع. عارفه. يلا هاف فن. ها باي. انا هعمل التليفون احسن سايلنت علشان نعرف نكمل كلامنا. مش لازم، براحتك مفيش اي مشاكل. ما انا لو ما عملتش كده ممكن ما نتكلمش خالص. اوكي. المعرض ده معرض مهم جدا بخصوص الحاجات اللي هات. يا نعم. حاضر. احنا مش قلنا كوبايه يا عم محمد؟ معلش 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 مش اي مشاكل. وفين الوش يا عم محمد؟ مفيش مشكله يا عم محمد، معلش. اغيرها لحضرتك؟ لا 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 خلاص. شكرا. اغيرها له شكرا جزيلا. لا لا ميرسي يا محمد. شكرا. سوري. ها لا لا مفيش اي مشكله، انا هلحق اكلم. هي الجمله كانت طويله فما جمعهاش.
ما علينا. اوكي انا هلحق اتكلم بسرعه قبل ما حاجه ثانيه تحصل. المعرض انا زي ما قلت لك المعرض ده زي ما قلت لك انا عامله لكبار مصنعين الهاند ميد والاكسسوارز الحريمي في مصر. انا بتعامل كمان مع اكبر ناس بتصنع في الصين، وهما بيجوا المعارض بتاعتي بيتفرجوا على الشغل المعروض، واللي بيعجبهم شغله بيتفقوا معاه على اساس ان هما يصنعوا الشغل بتاعه هناك في الصين، وهو بيبقى الموزع المعتمد بتاعهم في مصر. مش ممكن ارد على التليفون؟ لا لا اتفضلي، كويس ان انا عرفت اشرح. ايوه افتح تليفونك ليه يا هاني؟ عندي ميتنج في الشغل. قصدي في الميتنج على اللي معاك في الميتنج. هي القميص الاسود في المكواجي. ما تردي عليا ولا رايحه بايت عند اصحابي وسايبه حاجه بتعملش. هي القميص عند الزفت المكواجي. فين تليفون الزفت المكواجي ده؟ في الزفت الاجنده اللي جنب باب الزفت. جوزي اتعصب، قلت له 100 مرة امسك خلقك بفتلة صغننة مش راضي. احنا كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنقول ايه؟ قبل ما اجيلي كان عندي ميعاد مع كلاينت تاني، قاعد بتكلم معاه في شغل، ومراتي كلمتني في التليفون اتخانقت معايا خناقة زي الخناقة اللي انا سمعتها دلوقتي حالا. بس الحقيقة أنا رد فعلي ما كانش زيك. أنا اتخانقت معاها قدام الراجل، ما همنيش، خرجت عن شعوري. السبب كان تافه قوي. قال إيه؟ نسيت أشغل سخان الحمام قبل ما أنزل الصبح، والهانم نازلة ومستعجلة وعايز تاخد شاور. مش عارف، الجواز على قد ما فيه حاجات كتير حلوة، لكن فكرة إن اتنين ما يعرفوش بعض قرروا إنهم يرتبطوا ويعيشوا مع بعض طول العمر حاجة مش سهلة في رأيي بصراحة. أنا كمان كنت بقول كده. طباع مختلفة، تركيبات مختلفة. حتى لو ما كانوش مختلفين عن بعض، في رأيي إن كل واحد بيبقى عنده عقد وتركيبات مختلفة عن التاني. يعني حتى لو كانوا من نفس المستوى الاجتماعي برضه ممكن يكونوا مختلفين. مش عارف، ده رأيي. اتنين جايين بقى كل واحد عايز يمشي كلامه على التاني. تعرفي ان انا ما فكرتش للحظه واحده انك متجوزه؟ شكلك مش متجوزه. على فكره بقى انا مش بعاكس، انا عندي عيب في شخصيتي يمكن يكون هي دي العقده اللي مراتي مش حباها فيا، وهي اني صريح جدا في اي حاجه في اي موضوع، ما بعرفش اخبي حاجه جوايا نفسي اقولها. انا زيك بحذف الكلام زي الطوب. ساعات بحس انها بجاحة بس مش مقصودة. مراتك دي المفروض تكون مبسوطة. أي ست بتتمنى إن يكون جوزها صريح، حتى لو كانت صراحته دي ممكن تكون هتوجعها. أكلمها لك تقولي لها الكلام ده. نو ثانك يو. يعني اللي أنا عملته ده بصراحة ملوش أي علاقة بالاحترافية في الشغل. أقعد مع كلاينت الصبح تحصل خناقة السخان قدامه، بعد كده اقعد معاكي واقول لك برضه على خناقة السخان، حاجة مش طبيعية. يعني هو انا البروفيشنال؟ انت ايه ذنبك انت عشان تسمع قميص اسود ومكواجي وزفت وقرف؟